أكد وزير الخارجية رئيس الدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ سامح شكري أنه يجب تنفيذ توصيات مؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ، مضيفا أن الوقت لم يعد رفاهية مع تسارع أزمة تغير المناخ. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بمناسبة ختام اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول تغير المناخ، قال شكري إنه يجب تحقيق هدف التكيف والالتزام بجمع 100 مليار دولار من أجل العمل المناخي الدولية. فإن قمة المناخ رقم 27 في شرم الشيخ نتج عنها توصيات ودعوات من أجل القيام بأعمال مناخية تشمل الدعم والتعاون بين المجتمع المدني والحكومات وجميع أصحاب المصلحة. إن هذه الأمور التي حققناها في شرم الشيخ تعد نصرا لتعددية الأطراف والتعاون، بالإضافة إلى أن هؤلاء الأطراف أنشأوا صندوقا من أجل الاستجابة للخسائر والأضرار واعتمدوا برنامجا جديدا للتخفيف والتكيف.